السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. فسفورات ايه يا اختي اللي جاية تقولي عليها؟ عايزة اقولك الفسفور موجود في كل حتة، بس الركة عليك تجيبيه ازاي وتعمليه ازاي وهتحطي لطيورك ازاي. بص عايزة اقولكوا على حاجة، الطير بقى من الاخر لازم ياكل كل حاجه في الدنيا، ياكل سمك، ياكل فول، ياكل عدس، ياكل كباب، ياكل كل حاجه. هو مش روح يا ستي، الاكل الروح برضو كل حاجه. عايزه اقول لك على حاجه، اكتر حاجه تخلي الطير ياكل كويس ويسحب معاك كويس وعلى فكره وربي يكبر معاك كويس، الحاجات الزفره. يا نهار ابيض يا بنتي يا بطه، ايه الزفاره؟ اه يا اختي بقى، ايه الزفاره تخلي الطيور كلها تاكل زي الفل وتطير محرم باذن الله. عايزه اقول لك على حاجه، رحت فين السمانه؟ بصي السمانه عامله ايه. بصي، استنى ما اجيب لكم واحده. تعالي يا اختي، تعالي اختي. بصي السمانه، بس لو سبتها تبص السمانه اقسم بالله دفعها تحفه تحفة يا بنتي يا بطة، العسل الأسود محوق فيها. عايزة أقول لكم على حاجة، الحاجة الزفرة مش بتسمعي على علف زفر؟ إحنا بقى نعمل الزفر إحنا، إحنا ما نشتريش أي حاجة من بره. ده أنا لسه هوريك الأيام الجاية الحاجات فعلا اللي تجيبيها وتحطيها لطيورك وأنواع الأسماك، وإزاي لو ما فيش سمك يا أختي نعمل بديل إيه ونعمل إيه. تابعيني في فيديوهاتي الجاية بإذن الله رب العالمين. طيب هتعملي ايه بقى يا بنتي يا بطه؟ طب جبتي الزفاره منين؟ هقول لك يا اختي، فضل خيرك النهارده بالصلاه على النبي رحت ايه شويت سمك، وانا عاده اشوي السمك عندي في البيت، انا ضد ان اجيب الحاجه جاهزه من بره. بصي ده طبعا ما بزودش الميه قوي اللي بحط فيها السمك. بصي ده بقى ميه السمك، طبعا ميه السمك دي انت حاطه فيها كمون وفلفل اسود، وحاطه فيها شطه، وحاطه ملح، وفيها رده، وفيها زفاره السمك، وفيها توابل السمك، وفيها وكل واحد عارف، وانتوا اكبر مننا اقول لكم الزفاره الحبه الزفرين دول بمقام 10 كيلو عارف. بصي طب يا اختي اصبري يا اختي، هتاكلي ايه؟ طب تعملي ايه بنتي يا بطه؟ الوصفه دي انا بعملها للبطيات دي الصغيره عشان ترمى حرام. طيب هاجي بقى اعمل ايه بالصلاه على النبي؟ اقوم حاطه عليهم حبه جزر وحبه بطاطا، انا بخلط الجزر على البطاطا، جزر وبطاطا على ميه السمك. بس كده يا بطه وجعتي قلبنا ابدا يا اختي اهو. وكمان قلت يا بنتي يلا ضحي يا بنتي يا بطه، حطي لي حبه دشيش. ده انا كده حاطه اكله متكامله، بصوا اخر دلع واخر منجا. بس سامحوني ان انا ايه بصور بالليل دي، اصبري ده كل ده في نفس اليوم، ده كل يعني انا بعمل فيديوهين للطيور في نفس التوقيت في تالي، يعني كل يوم بعمل اتنين. بصوا اهي الدشيشه عليها وحبه الجزر على حبه البطاطا على حبه زفاره السمك وميه السمك والدلع ده كله. بس كده يا بنتي يا بطه ابدا بواقي بقى الزيوت اللي انا قاليها، سواء بقى عندك زيت قاليه بطاطس قاليه سمك قاليه اللي قاليه بانيه، دي بقى كلها فيتامينات وبهاريس عاليه قوي. تخلطي كل ده قسما بالله الوصفه دي لو تقدري تعمليها لمده اسبوع شوف الرمح اللي هيرمحوه طيورك. وعليهم بقى حبه العلف الدشيشه دي كمان، والله العظيم ما بحط لهم علف، والله ما حط علف، والله انا ما حط علف، انا حاطه اللي انا وريتهولكوا ده في الوصفه بتاعتي. بس كده وصفه غنيه بكامل الفيتامينات اللي في الدنيا. بصي والله لا ترمحوا رمح. بصي حتى المية السمك اللي انت على طول ايديك فرطة اقلب في الحوض ارمي، لا ما ترميش ياما. ده دي الزفرة اللي انا شماها دي تخلي الطيور تاكل اكل ما حصلش، زائد عليها حبة بطاطا مبشورين على حبة جزر
على حبة الدشيشة وكده انتهى الامر للدي الاكلة المتكاملة اللي ملهاش ايه. بصوا بقى ياكلوا ويتبسطوا ويتهنوا والله العظيم. حتى الوصفة اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات اللي انا عاملاها طلعت لقيتهم الحمد لله الحمد لله. بص البطة عامل ازاي، بص البطاية. احنا كل ده بنتكلم واحنا لسه ما قفلناش اليوم السابع. اول ما اوصل اليوم السابع بحق الله هقول لك النهارده اليوم السابع ونقول حصيلة الاسبوع قد ايه ووصلنا قد ايه بالصلاة على النبي. بصي 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 يا اختي ريوشتي ازاي يا اختي يا عسل. بصي ايوه على فكره ده انا لسه هعلمك ازاي تربي وازاي تكبري طيورك. بصي بصي بياكلوا بيتهافتوا عليها، ريحه الزفاره بتجذبهم والله العظيم، ريحه الزفاره بتجذبهم. عارفه بقى هوريكي لسه حاجات تانية نخليها مفاجاه عشان بقى ما احرقش فيديوهاتي. هتشوفي الايام الجايه هجيب حاجات من حلقه السمك وهخليكي تدلعي طيورك. وايه بقى حاجه ببلاش كده، بصي بصي الاكله دي اقسم بالله الاكله دي تخلي الطيور بصي تشد العظم. عارفه لما بيقول لك كده ايه واحد هفتان تديله حاجه تشد عظمه كده وتقويه شرب الكوارع، الاكله دي بقى تشد العظم وتفوق الطيور وتكبرهم اسرع مما تتخيل. اتمنى بقى يا جماعه تعملوا وصفاتي، والوصفه دي وصفه من الاخر من الاخر. تابعوني بقى في الفيديوهات الجايه وهعمل لكم حاجات مفاجآت وباذن الله رب العالمين. ربنا يا رب ربنا يطرح لكم البركه ويزود رزقكم ويديكم الستر والصحه واسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.